جميع أقوال وتصرفات وردات فعل الرجل سين لها مرجعية علمية ومدروسة بدقة متناهية من قبل أخصائي بالأمراض النفسية. من هلأ من كل هذا الشيء اللي عم بعمله كرمالك، كرمال إني أثبت لي إنه هيثم تبع زمان غير هيثم اللي هلأ. وأنت قدرت تحقق هالشيء؟ عم تحكي عن جد يا منال؟ بس أنا غلطت لما قبلت إني أخطب لأخوك. أنت مو بس غلطتي، أنت جرحتي. هيثم أرجوك بلا عتاب، الماضي راح ولازم ننساه. منال أنا عم بحلم باللحظة يلي أهلي خطبوكي إلي وتوافقي. ولهالسبب أنا جاي لعندك. يعني موافقة؟ بس قبل ما أعطيك جوابي لازم صارحك بشي مهم كتير. شو هو؟ أنا عم بسأل حالي ليش عم بتردد بالموافقة على خطبتك؟ مع أني واثقة من حبي إلك ومبسوطة كتير من الشي اللي عم تحققه. وتوصلتي لجواب؟ إيه. شو هو؟ الغلط اللي ارتكبناه بحق أخوك وائل. الغلط؟ أي غلط؟ وائل هو اللي غلط بحقي وبحقك. نحن كمان طعناه وجرحناه. وائل هو اللي غلط لما تجرأ على خطبة إنسانة ما بتربطها فيه أي عاطفة. أنا حاسة إني خدعته لما خبيت عنه حبي إلك وتظاهرت برغبتي ورضاي بالزواج منه. فلما اكتشف الخديعة وعرف إنه كان في علاقة بيني وبينك انصدم بشدة، لأنه ما قدر يحدد مدى العلاقة اللي كانت تربطنا ببعض. فتحطمت نفسيته وهرب من البلد كلها. منال أرجوكي ما تحملي حالك مسؤولية اللي حصل. أنا مستحيل يا هيثم أقدر ابني سعادتي على أنقاض تعاسة وائل. أنا حاسة بالذنب وهالذنب كتير عم يعذبني، وهو اللي ما عم يخليني أخذ قرار بالموافقة على الزواج منك. منال فهميني، شو قصدك من ورا هذا الكلام؟ إذا عم تمهدي لننفصل مرة تانية. لا لا يا هيثم، أنا بدي نكون لبعض. طيب معناتها بتوافقي على خطبتنا؟ قبل ما وافق لازم بالأول ننقذ أخوك. ننقذ وائل؟ نحن لازم نرجعه لبلده. بس وائل سافر على أوروبا ونحن ما بنعرف بأي بلد هو عايش. وبجوز يكون عايش باللاذقية. شو قصدك؟ والله يا هيثم انا قلبي حاسسني انه هالشخص اللي طلع بالمقابله التلفزيونيه هو وائل. بس هذا الشخص اسمه الاسم ماله مهم، ولا اللحيه ولا الكلام اللي قاله، لانه نحن ما بنعرف هالشخص الظروف اللي عايش فيها ولا الاسباب اللي دفعته لانه يحكي هالكلام. شو بتريديني اعمل؟ تطلع بكره الصبح على اللاذقيه وتقابل هذا الشخص وتتاكد من شخصيته. وانا هذا الشخص كيف بدي الاقيه؟ كيف بدي اعرف وينه؟ روح على المستشفى الوطني باللاذقية وشوف الدكتورة هاي اللي طلعت معه بالمقابلة التلفزيونية واسألها عنه وعن عنوانه. وإذا طلع فعلا هالشخص أخوك أرجوك تراضي وترجعوا معك. بس هذا الشخص يعني مستحيل يكون هو. هيثم أرجوك ريح لي ضميري وخلص. أنا بوعدك بس لحتى ترجع من اللاذقية بعطي موافقتي بالزواج منك لبابا. طيب إذا هالشخص طلع فعلا هو وائل وقدرت إني أقنعه يرجع معي عالشام، شو اللي بيضمن لي ما يرجع يطالب بحقه بالزواج من منال؟ بس عمي حائد عليه ومستحيل يغفر له ويسامحه. بس إذا عمي عرف الأسباب الحقيقية اللي خلت وائل يترك الشام ويسافر على اللاذقية يعتكف هنيك ويوم عرسه ممكن يتعاطف معه ويغفر له. ساعتها أنت إذا سافرت يا هيثم ورجعت أخوك وائل بتكون عم تعرض زواجك من منال للخطر، بتكون عم تقضي على سعادتك بإيدك. لا تسافر يا هيثم، اوعى تسافر.
حاجة تتعلقوا بأوهام. هالشخص مانو وائل. أنا قلبي محسسني إنه هو وائل. يا رياض، وائل هلأ صار بأوروبا. بعدين هالزلمة اسمه وليد ومانو طبيب، كيف بده يكون ابنك؟ أنا شايفة إنه سفرة هيثم كلها مالها لزوم. أوعى تسمع كلام عمتك. واجبك كأخ تبحث عن أخوك، تتأكد من شخصية هالإنسان. طمن يا بابا، أنا هلأ مسافر على لادي. وائل أخي، مستحيل أتخلى عنه. راح تروح وترجع على الفاضي. حتى لو كان الاحتمال واحد على الألف أنه يكون هذا الشخص هو أخي وائل، فهذا الأمل ما لازم نضيعه من إيدينا. برافو عليك، برافو عليك يا هيثم. سافر، وإذا طلع هالشخص أخوك اتصل فيي لأطلع فوراً على اللادية. الحمد لله، أنا ماشي. الله معك. سو على مهلك. ها، ولا يهمك. الله لا يخيب لنا أمل يا رب. تروح وترجع بالسلامة حبيبي. يلا خاطرك. مع السلامة. كيف رضيت تسافر على اللادية؟ هلأ إذا طلع هالشخص أخوك فأنت مضطر أنك تخبر أبوك، ولابد ساعة ما تقنعه يرجع معكم على الشام. أخوك بعد ما تهدى أعصابه ويرجع يمارس مهنته رح يكون بوضع أقوى منك، رح ينافسك مرة تانية على منال. أنت غلطت يا هيثم لما قبلت تسافر وتحط حالك بهالموقف الصعب. في واحد جاي من الشام وعم يسأل عني. طيب شو بده؟ رايد ياخد عنوان وليد مني. وهو شو عرفه فيني؟ شافك على شاشة التلفزيون مع وليد وعرف من المقابلة انك بتشتغلي بالمستشفى. الظاهر بيعرفه لوليد، لهيك عم يسأل علي. هو وينه هلا؟ قعدته بغرفة الأطباء واجيت خبرك. طيب خلص روحي على شغلك. شو بك وقفتي؟ ما بيلزمك شي مني؟ لا، تابع شغلك. مرحبا دكتور. أنا آسف رح أخذ من وقتك شوي، بس أنا جاي خصوصي من الشام منشان أخذ عنوان الشاب اللي ظهر معك من كم يوم بالتلفزيون. وحضرتك شو بتقول له؟ أنا احتمال كبير إن يكون أخوه. أخوه؟ أخي وائل غادر دمشق من حوالي 4 أشهر، ومن وقتها ما سمعنا عنه أي خبر. طيب ليش ما سألتوا عنه بالمستشفيات وبأقسام الشرطة؟ لأنه كان كل اعتقادنا إنه هو سافر على أوروبا ليتابع اختصاصه. وشو هو اختصاصه؟ جراحة. جراحة؟ أخي وائل تخرج من جامعة دمشق وعمل اختصاص بالجراحة العظمية، وكان عنده رغبة شديدة بالسفر على أوروبا، هذا قبل ما يتركنا. طيب معقول يسافر على أوروبا من غير ما يقلكم أو حتى يبعتلكم رسالة يطمنكم فيها عليه؟ منشان هيك العيلة كلها زعلانة منه، لأنه من وقت اللي سافر ما حاول يوصلنا أي رسالة أو أي خبر. طيب شو اللي خلاك تظن انه الشخص اللي بالتلفزيون ممكن يكون اخوك؟ في حدا بيتوه عن اخوي يا دكتوره؟ بعدين حتى لو ما كان اخي،
في شبه شديد بينه وبين الشخص اللي طلع معك بالتلفزيون. أنا جاي أخذ عنوانه منك وروح أقابله مشان أتأكد من شخصيته. بدي أسألك سؤال، أخذت العنوان؟ إيه نعم. وأنت من وين بتعرفه؟ سؤال غريب ما بقدر جاوبك عليه، عن إذنك. الشخص يا ترى متجوز؟ وليش عم تسألي هيك سؤال؟ لا بس بحب أقول لك إنه هالشخص اللي عم تسأل عليه بتعلق كثير بالدكتورة حنان. شو قصدك؟ قصدي هو والدكتورة حنان بيعزوا بعض كثير وخايفة ليكون متجوز. انت فهمت شو بعني؟ طيب طيب بتشكرك كثير على هي المعلومات، يعطيك العافية. وائل تخرج من جامعة دمشق وعمل اختصاص بالجراحة العظمية. طبيب جراح، هذا اللي قلبي كان محسسني فيه. الحمد لله اللي طلع إنسان مثقف وخريج جامعة. بس لو طلع هالشخص أخوه فعلاً فلابد ما يأثر ظهوره بنفسية وليد. بجوز يسترد من صدمة شخصيته القديمة وساعتها رح يسافر مع أخوه للشام، ومين عارف يمكن ينسى كل مشاعره وأحاسيسه. بجوز ما يعود يتذكر أي شيء، بجوز ما يعود يتذكر حتى. هاي السعادة، بدنا ياكل بالغرفة الثانية. واسمه وائل، يعني بيبتدي بحرف الواو، نفس الحرف اللي كان موجود على حمالة مفاتيح وقت الحادث. ماني عرفان يا عماد، ماني عرفان شو صاير لي. ايه قال انه اخوه كان جراح عظمية وكان ناوي يسافر لاوروبا ليكمل اختصاصه، بعدين فجأة ما عاد سمعوا عنه اي خبر، ظنوا مسافر. اخذ العنوان وراح لعنده. عماد يا ريت بترجاك مشان الله روح لمكتب فريد. أنا خايفة عليه لتكون الصدمة شديدة عليه وقت اللي بيلتقى مع أخوه، بجوز ساعتها يسترجع ماضيه. اهدي يا حنان اهدي، بجوز ما يطلع أخوه، بجوز وليد ما يتعرف على هذا الشخص وما يتأثر إطلاقاً فيه. أيوة إيه كل شيء ممكن. شوفي حنان أرجوك إنك تتمالكي أعصابك، نحن هلأ بحاجة إليك أكثر من أي وقت تاني. نحن منحتاج لهدوئك وشجاعتك وحسن تصرفك يا حنان. طيب معناتها رايح لعنده، كتير منيح. بدك يعني اخذ اذن واجي لعندكم؟ طيب رح انتظرك هون، لا تطول علي، عم بنتظر تليفون منك. ايه الله معك، مع السلامة. شو صار دكتورة؟ طلع بيعرفه؟ وانت شو دخلك؟ روحي شوفي شغلك ولا تدخلي بشي ما بخصك مرة تانية. تصور انك غلطان. انا اسمي وليد. خير بيلزمك شيء؟ انا اخوك يا وائل، اخوك هيثم. وانا ما بعرف حدا بهالاسم، بعدين انا ما لي اخ. قلبنا الدنيا عليك، لما طلعت فكرناك سافرت على اوروبا. انت عن مين عم تحكي؟ انا عم بحكي عنك، عنك يا وائل. بس ممكن تفهمني ليش تركت الشام وجيت على اللاذقية؟ يا أخ أنا مالي وائل، أنا بعمري لا شفتك ولا بعرفك. حاجة تنكر، أنت أخي، أخي وائل. أنت غلطان. لهالدرجة تغيرت مشاعرك يا وائل؟ لهالدرجة قسي قلبك علي؟ بكفي سخافات إذا سمحت، هذا محل شغل، حاجة بقى تضيع لي وقتي. شوفي ما في شيء، أنا آسف. وإن شكيت بأي تصرف أو لاحظت أي أمر غير طبيعي خبرنا فوراً. مين هذا الشاب اللي كان عم يحكي معك؟
ما بعرف شو بده منا. فعلا ما بعرف، الظاهر انه كان مستشبه فيني. اي استاذ فريد بالاذن انا ماشي. لوين؟ بدي اعمل جوله على المشافي. مع السلامه. لازم احكي مع سياده الرائد. الشاب يلي قابل وليد وضعه مو طبيعي، والخناقة بيناتهم فيها عنا. لازم احكي مع الرادي يوسف. كوسر اطلبي لي الرادي يوسف. بصراحة يا سيادة الرائد، أنا هالشاب اللي إجا صرت عم شك فيه، فقلت لحالي خليني أحكي معك. ماشي، يعطيك العافية. ماشي، مع السلامة. شكراً. مرحبا فريد. أهلاً عماد. شو وينه وليد؟ طلع. طلع على وين؟ طلع جولة على المشافي. هيك لوحده؟ لك إيه لوحده، ليش في شيء؟ لك وهذا الشاب اللي جاي مشان نشوفه. ليش أنت بتعرفه؟ يا أخي هذا الشاب إجا أخذ عنوان مكتبك مشان يجي يشوف وليد. شو بده منه؟ على فكرة كان وضعه مو طبيعي. شو قصدك؟ يعني تشاحنوا وتخانقوا. تخانقوا؟ ايه، قصدي لما اجا تخانقوا مع بعضهم وزعل وطلع لبرا، فأنا شكيت فيه واتصلت مع الرائد يوسف. لا يا فريد، ليش هيك تسرعت؟ لشيل المسؤولية عن كتافي. وليد عم بترابه الجنائية، ومو مستبعد أبدا يكون هالشاب. يا أخي هالشاب جاي من الشام ليدور على أخوه المفقود من عدة أشهر، وبيجوز يكون عم يدور عن شريكه بعملية نصب قديمة. لك يا أخي شو عم تخرف أنت؟ لك حبيبي، لو كان أخوه بصحيح ما كان تخانق معه وخلاه يطلع زعلان. فريد، أنت أحيانا بتتصرف بذكاء وأحيانا في منتهى الغباء، ما هيك بدك تقول؟ يا فريد يا صديقي، وليد مريض نفسي. بيجوز عم يمثل عليه. لا، ما عم يمثل علي. وليد فاقد أي اتصال بماضيه، وهذا الشاب ممكن يكون أخوه. أخي أنا هالقصة ما عادت تفوت بمخي نهائياً. أنا بصراحة بلشت شك بوليد. هلا ممكن تترك لي شكوكك على جنب وتقلي وين ممكن شوفه لوليد؟ لازم لاقيه بأقصى سرعة، لأنه مقابلته مع هذا الشاب ممكن تساوي معه مضاعفات سيئة. لك بلا مضاعفات سيئة بلا بطيخ. لك وليد يا دكتور طلع من عندي بسرعة ليلحق بهالشاب ويقابله برات المكتب، وياخذوا راحتهم بالكلام ويصفوا الحسابات القديمة اللي بيناتهم. عبس، انت ذهنك مشتت وما عم يجمع شيء ابدا، ضرب عندك فيوز كأنه خاطرك. عماد، شو صار معك؟ تقابلوا، قال بس توتر الجو بيناتهم كثير، وبعد شوي هذا الشاب ترك المكتب ومشي، وبعدين وليد طلع ليقابل اخوه؟ لا لا، ما بعتقد، لانه هذا الشاب اللي جاي يدور على اخوه بالنسبه لوليد بيمثل شبح مخيف من اشباح الماضي. بتعرفي حنان، يمكن مقابلته مع هذا الشاب ساوت معه نوع من الخوف او نوع من الرعب، حتى هرب. هرب؟ لا يعني قصدي مو هرب، قصدي بعد عن المكتب مشان ما يشوفوا لهذا الشاب. طيب وين بده يكون راح؟ بصراحة أنا متوقع إنه يشوفوه هون. ليش هون بالذات؟
لأنه قد ما هرب وليد لازم يدور عليك، لأنه أنت الشخص الوحيد اللي بيمنحه الإحساس بالهدوء وبالسكينة وبالأمان. الظاهر شعر بوجودنا، ألقوا القبض عليه وفتوا السيارة. أنا واثق إنه هو وائل، بس ليش ترك الطب وعم يشتغل بياع؟ وليش قابلني هالمقابلة التعيسة هي؟ ليش نفر مني ورفض يتعرف علي؟ معقول يكون أنا غلطان وما يكون هو أخي وائل؟ لا لا، مستحيل مستحيل أنا أكون غلطان. أنا واثق بإنه هو أخي وائل. احترامي سيدي. اهلا وسهلا ابراهيم. سيدي القينا عليه القبض وهو بمحطة القطار، كان ناوي يسافر. جيب لي انا اشوف. وليش خايف؟ انا ما عملت شيء، بلاش جايبيني لهون. لوين كنت بدك تسافر؟ ما بعرف. حدا بيروح على محطة قطار وما بيعرف لوين بده يسافر؟ جاوبني بصدق احسن ما احطك بالحبسة. لوين كنت بدك تسافر؟ للشام؟ لا. لحلب؟ ما بدك تجاوب؟ طيب افتح لي هالشنطة لشوف شو فيها مصاري. حاضر سيدي. سيدي الشنطة كلها كتالوجات وأوراق طبية. أنا لحد هلا ما عم بعرف، أنتوا ليش جايبيني لهون؟ شو أنت بدك تدوخنا؟ وين رفيقك اللي إجا من الشام ليقابلك؟ ما بعرف، بعدين هذا مو رفيقي، أنا ما بعرفه. ما بتعرفه وجاي من الشام ليقابلك؟ قلت لك ما بعرفه، أنا ما بعرفه، بعدين أنا مالي مجرم لحتى تمسكوني. حطوه بالحبس لبين ما أكمل التحقيق معه. طيب ممكن تتصلوا بالدكتورة حنان، هلا بتكون بالمستشفى. شو بدك فيها؟ لحتى تطلعني من هون، أنا ما عملت شيء. خذو. اطلب لي فريد عبد الحميد من مكتبه. شو بدي اقول لمنال؟ هو اخي وما راد يتعرف علي؟ هو وائل وعم ينكر اني اخوه؟ لا، انا اذا قلت لها هالكلام ما رح تصدقني، ويمكن تفكر تسافر لوحدها على اللاذقيه لتتاكد، وهذا رح يعقد الامور ويأجل خطبتي لمنال. اهلا وسهلا استاذ، تفضل. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا فيك. طالما هو ما بده ايانا وعم يتبرى منا، فنحن كمان لازم نقطع صلتنا فيه. لو كان مات كانت المصيبه اهون من هالمقابله التعيسه اللي قابلني اياها. افضل لمنال ولاهلي انه يضلوا مفكرين انه هو مسافر على اوروبا، من انهم يعرفوا انه هو عايش باللاذقية وما بده يرجع لعنده.
الو عماد، وينك يا زلمه؟ ما تركت محل الا حكيت معك. ايه في اخبار سيئه، وليد قبضوا عليه وهلا هو بالقسم، والرائد يوسف حكى معي حتى اروح لعنده، وانا عم دور عليك لحتى نروح سوا، لانه انا ما بعرف حالته وما بعرف شو بدي احكي. يعني على القليله انت بتروح بتقنع الرائد يوسف بحالته. ماشي هيك ريحتني. يلا نص ساعه بكون قدام بيت حنان. مع السلامه عماد. يلا باي. يلا انا ماشي. انا رايحه معكم. لا لا ما في زوم. خلها معك يا ابني الله يرضى عليك. هلا بيكون وليد خايف ومضطرب، وشفت انا حنان راح تهديه وتطمنه. طيب يلا تفضلي. يلا. ظاهر قاتل له قتيل حتى كل هالقد خايف، او كان مشينه بالجرم المشهود هو عم يسرق له شي سرقه محرزه. ضربت واحد ولا قتلته؟ سرقت بيت ولا نشبت لك شخص؟ بعد عني انت وياه. لا تساوي لي حالك شريف. لا باين عليه بريء، شوف البراءه من وشه. هلا قام عصايب من مساعد وبتعترف بكل شيء. بعد عني انت وياه. اذا حطوا رجليك بالفلق ما عاد في يا امي ارحميني. كانوا فلق شو عندك انت؟ انا ما عملت شيء. لشو جابوك لهون؟ لتفرجوا على طلعتك البهيه؟ لا ليكرموه بالاوتيل خمس نجوم. بعدين بقى بعد عني انت وياه احسن ما عملت لكم مشكله. جرب فرجينا لشو. عرفتوا هالشخص؟ اسمه؟ مكان عمله؟ لا. يمكن قضية البحث عن أخوه المفقود تكون كلها منافقة ليقدر ياخذ ممكن عنوان وليد. طيب لشو بده يكذب ويلفق؟ الله أعلم شو كان في بيناتهم مشاكل بالماضي. سيادة الرائد، أنت لسه شاكك بأنه وليد حرامي ونصاب؟ أنا لهلا ما عرفت مصدر المال اللي كان موجود بالحقيبة، وما راح يرتاح بالي حتى أكشف الحقيقة. أنا أكدت بتقريري للنيابة العامة بأنه وليد مريض نفسي، وبالتالي مستحيل يكون عم بيخدعنا أو عم بيمثل علينا. طيب لشو كان حامل معه هالمبلغ الكبير؟ لما بيستعيد وليد شخصيته القديمة كل هالأمور هي ممكن تتوضح. اللي حابب أقوله يا سيادة الرائد بأنه توقيفكم له بدون مبررات وبدون إدانة قانونية ممكن تعرض حالته النفسية للانتكاس، وممكن يصير أسوأ مما هو عليه. نحن وقفناه بناء على الريبه والشك اللي انتاب رب عمله السيد فريد، ونحن اجرينا التحقيقات اللازمه معه وما ثبت عنا شيء ضده. بتقدروا تاخذوه. نعم سيدي. جيب لي وليد. حاضر سيدي. سياده الرائد، باعتباري انا الطبيب المعالج لوليد، ممكن اعرف كيف كانت تصرفاته وردود فعله لما اعتقلته؟ نحن الغينا القبض عليه في محطه القطار، كان ناوي يقطع تذكره ويسافر. ولما سألته هون لوين كان بدك تسافر؟ قال لي ما بعرف. هذا كلام صحيح تماما، لأنه هو فعلا ما بيعرف. المهم إنه يبعد. يبعد؟ يبعد لأي مكان يعني. تفضل. وليد؟ حنان الله يخليكي، طلعيني من هون. الحمد لله النبض استقر وحالتها صارت احسن بكثير. وهي جبت لكم شاي صحوا راسكم تمام. يسلم خالي. انا اسف حنان لاني سببت لك الازعاج. انا ما قدرت اشوفك وانت بهالحاله. هي وليد انا لسه لهلا ما فهمت ليش الشرطه قبضت عليك. وانا والله كمان ما فهمت يا خالتي، ما لقيتهم غير قمشوني واخذوني على القسم. الظاهر هذا الشخص اللي اجى من الشام واتصل فيك كان مشبوه من قبل الشرطه، لذلك لما اتصل فيك اشتبهوا فيك فاعتقلوك مشان يفتشوا الشنتاية اللي معك. انا الشخص ما بعرفه، حياتي ما شفته.
ما بعرفه ابدا. طيب ليش عم اسال عنك؟ شو بده منك؟ ما بعرف. انا شو بعرفني انا؟ انا ما بعرف. وليد خلص طول بالك، انسى، طالما انت ما بتعرفه فانت ما لك اي علاقه فيه. انا طالع لفوق بقيت حمام غير وعيي. وليد زين صار عندنا؟ ايه احسن ما تضل لحالك الليل. تستمع حمام، كل الزو. سلام. الله معك. خليك انت، انا بدعو على الباب. عمي هيثم، الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك، كيفك؟ اشتقت لك. المي سخنة؟ ايه سخنة. فوت اتحمم لبين ما احضر لك لقمتك. لا 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 مالي جوعان، كل سندويشة على الطريق. منال اتصلت فيك مرتين، بدها تطمن عليك. بس اتحمم بروح لعندها. طمني، طلع اخوك؟ لا. اخوك هلا اكيد صار باوروبا وما عاد سائل عن حدا من اهله. اصلا هو طول عمره عايش بيناتنا وكانه لحاله. وائل مو سائل غير عن نفسه وبس. طالما عم بيضطرب وبينفعل مثل ما شفنا هيك، كل ما اجت سيره هذا الشخص اللي جاي من الشام وحاول انه يتصل فيه، هذا بيعني بانه هذا الشخص مو غريب، اكيد في له صله وثيقه كثير بماضي لوليد. طيب مين ممكن يكون هالشخص؟ حدا من اهله، من اصدقائه او المقربين. لا خاله كمان ممكن يكون اخوه. لو كان اخوه كان بقي معه باللاذقيه وما كان تركه وراح على الشام. كلام ام حنان معقول يا عماد؟ ما في اخ بيعصر على اخوه بيقوم بيتركه وبيتخلى عنه. يا ريتك اخذت اسمه بالكامل وعنوانه بالشام، كنا اتصلنا فيه وعرفنا شو صلته بوليد. بتعرفي كان ممكن ناخذ منه معلومات كثير تفيدنا بشفائه لوليد. طبعا. الو، ايه اهلين منال. ايه وصل بس عم يتحمم. طيب قال بس يطلع من الحمام بده يجي لعندك. لا طلع مانه وائل. لك يا بنتي امي بقى من فكرك، اللي باعك بيعي هاي هيثم عندك بيسوى تقله ذهب واحسن من اخوه. طيب طيب على عيني ما راح انسى، بس يطلع بخليه يجي لعندك. مع السلامه. ظفرك يا منال بسواك يا وائل، مو خساره تضيع فيك بنت. حنان ماما بتحكي معك كلمتين بصراحه. خير ماما؟ ماما انا شايفتك كثير متعلقه بهالشب. قصدك وليد؟ يعني مين في غيره؟ فعلا يا ماما ما في حدا غيره. وليد صار اهم شيء بحياتي. طيب شو نهايه هالتعلق فيه؟ ما بعرف. البنت بتتعلق بالشاب لتتجوزه. وليد يا بنتي شو بقى ماما؟ وليد افضل من اي يا بنتي. وليد رجل مريض مثل ما عم يقولوا، وغير هيك لم نعرف له اصل ولا عيله ولا حتى بنعرف شيء عن ماضيه. شو ما كان وضعه انا خلص قررت. شو قررتي؟ قررت اربط مصيري فيه. يعني شلون تربطي مصيرك فيه؟ يعني لو طلب يتجوزني رح وافق. انت اكيد مجنونه. كون مجنونه اذا تخليت عنه يا ماما. انا بعمري ما شفت حدا بيحب هالصدق. ما شفتي لانك بحياتك ما تعرفتي على شب غيره، ولانه وليد الرجل الوحيد اللي دخل حياتك. لا انا شفت زملاء كتار بس ما ارتحت لحدا منهم مثل ما ارتحت لوليد. انت وحده غشيمه وما عم تعرفي مصلحه نفسك. يا بنتي ابعدي عنه الله يرضى عليكي. ماما انا اخترت وليد بناء على الحب والقناعه. وليد صار قدر بالنسبه لي وانا سعيده جدا ورضيانه بهالقدر. لما تكملي حكي انا هذا الشيء ما بقدر اسمعه، ما بقدر اسمعه. قال شو سعيده بهالقدر؟ ايه انو قدر هذا؟ انسان مجهول. والله راح تجنني هالبنت. لا وغير هيك مضيع عقله. شو بدي اسوي؟ والله ماني عرفانه.
أنا لشو اتخذت هالقرار المصيري؟ لأنه بحبني وعماد كمان بحبني وفريدة بترغبته فيي وإلي زملاء كتار بالمستشفى كلهم معجبين فيي وبدون رضاي، فلشو اخترت وليد بالذات؟ في الحب أحياناً ما بيستطيع الإنسان يعطي أي تفسير ولا يعدد الأسباب، لأنه في شيء بأعماقه أقوى وأبلغ من أي تفسير. بالظاهر أنا حبيت وليد لأني قدرت أعمل منه إنسان قادر على الحياة وقادر على الحب بعد ما كان ضايع وقلقان ويائس. أنا صاير فيه مثل النحات يلي بيعشق تمثاله بعد ما يكتمل. لا، وليد ما له طين أو حجر، وليد كائن بشري، بني آدم من لحم ودم، لكن وليد بجواته لغز كبير وما لي قدراني أني حله. لابد من خلال حبي لوليد أصل بالنهاية لحل هاللغز. حب اكتشاف الرجل طبع غريزي في كل امرأة، وأنا خايفة يكون لغز وليد هو السبب اللي عم يغريني ويشدني إله. أنا خايفة ليكون سبب اندفاعك نحو وليد هو رغبتك الشديدة في كشف الغموض يلي عم يحيط بشخصيته، وبعد ما تحلي لغز وليد أكيد رح تفقدك كل اهتمامك فيه. حبي لوليد أقوى من أي شك ممكن حدا يزرعه فيه. أنا شو عم أعمل؟ أنا عم أربط مصيري بمجهول، عم أعلق آمالي على أوهام. وليد ماله حقيقة، وليد ظل طيف ممكن يختفي من حياتي بأي لحظة، ساعتها رح أندم على غبائي وغروري. على فكرة عمو، أنا ما سافرت بإرادتي. في مين كان بده ياني سافر؟ وما كان في داعي تسافر. تفضل. يسلموا هديات. منال بصراحة هي اللي طلبت مني اني اسافر، وانا نزلت عند رغبتها. حتى لو طلع هالانسان واقف فعلا، انا ما عطيق شوفته. لا هو ابن اخي ولا انا عمه. وبعد اللي عمله اخوك ما عاد له عنا شيء ابدا. الله يوفقكم. عطوا مجال لهيثم ليحكي لنا عن مقابلته لهذا الشخص. وين شافه؟ وكيف كان استقباله له؟ هالشخص طلع لا هو أخي ولا بيربطني فيه أي رابط. يا بابا يا حبيبتي، وائل سافر لأوروبا، أنا واثق من هالشي. هو نفسه صرح لي بهالرغبة قبل ما يسافر. وما تتذكر يا بابا شلون حطني موقف حرج قدام المدوي، بهدل اسمي ووطى راسي بين الناس. يا بابا يا بابا أرجوكم، أنا لازم أعرف من هيثم إذا كان هذا الشخص وائل ولا لا. ولا شو تعرف؟ نحن ما عاد دخلنا فيه أبدا. هلأ إذا ما بدكم تسمعوا لهيثم رح أخده لغرفة تانية وأفهم منه كل شيء بالتفصيل. طولي بالك يا منال، أنا رحت على المستشفى وأخذت عنوانه من الدكتورة حنان اللي طلعت معه بالتلفزيون. إيه هي نفسها. إيه وقابلته؟ إيه. فاتح عيادي؟ لا لا، هذا طلع مثل ما قال بالتلفزيون، اسمه وليد وما هو طبيب. مو طبيب؟ هو عم يشتغل بمحل بيع أجهزة طبية. أنا كنت متأكد من وائل، وإصرارك على سفر هيثم للادية لمجرد الشبه اللي شفتيه بالتلفزيون كان حماقة. أنا كان عندي إحساس كبير بأنه هذا الشخص هو وائل، لأنه الشبه بيناتهم كان عجيب، نفس العيون نفس الملامح حتى نبرة الصوت هي هي. هي تأكدتي من أخوه إنه مو هو؟ أرجوك تشيلينا من سيرته. أبوك كل ما سمع باسمه وبيجع راسه وبيرتفع ضغطه. رجع هيثم؟ من ساعتين. وينه هلأ؟ بغرفته؟ راح لبيت عمه. طيب يا أخوه جاوبيني. وائل هلأ صار بأوروبا، حاج بقى تتعلقوا بأوهام كاذبة. يعني الشخص اللي باللاذقية طلع مو أخوه؟ بيخلق من الشبه 40. يا ريت طلع أخوه. أنا لما شفته بالتلفزيون طار عقلي من الفرح. ليش أنت شو فارقة معه؟ طول عمرك مو سائل غير عن نفسك ولا سائل عن حدا. وائل ابني يا أميرة، من لحمي بدمي. كنت بتمناه ما يسافر، كنت بتمناه يبقى جنبي. جنبك؟ ليش أنت فاضي تسأل عن أولادك؟ ما أنت مشغول بالسهر لوش الصبح برات البيت كل يوم، هذا أنفع لك.
هلا لا تفتقيلي جروحاتي وتزيدي قهري قهر. انا رجعت على السهر لانسى خسارتي لابني وائل، فهمتي؟ حضر لك العشاء ولا بدك تتعشى مثل عوايدك برا؟ اسهر وما معي مصاري؟ صرت ساحب من المحاسب 30,000 ولسه نحن بنص الشهر. انا ما عم بشحد منك. شوف رياض، انا لسه لحد هلا عم بعطيك نسبه عن المبيعات ما بيحلم فيها احسن موظف، رغم انك ما عم تشتغل شيء. الشركه شركتي يا اميره. كانت شركتك. ولو ما سددت ديونك واشتريت منك الشركه كنت هلا مرمي بالسجن وما حدا عم يرحمك. حاجت مني علي حاج. وانت اصحى على حالك وحاجتك جهل، صار عمرك فوق الستين، استحي على شيبتك بقى. هاي حياتي وانا حر فيها، جوا البيت بحس حالي مخنوق. وبرات هالبيت؟ بتنفس، بس حالي عايش. لو ماني اختك والله باعتني رحمة إلك، لكنت هلا انت واولادك مرميين بالشوارع.